تعالوا النهارده نعمل عصير كورن فليكس، وانا مش عارف هو مكتوب عليه كوكو دروبس، بس تعالى نعمل عصير من ده. يعني الموضوع اسهل من ان انت تكون متخيله اصلا. يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتجيب الخلاط ده وتجيب اللي هي البتاعه دي، هتلاقيها في اي سوبر ماركت، فيه بقى منها اطعمه كتيره جدا جدا. انا جبت بالشوكولاته، تلاقي الكيس ده كده من جوه، اوف ريحته شوكولاته جدا جدا. ده كده بيبقى شكله، بتحط بقى مع اللبن كده وبتفطر بقى بيه يا زميلي. جامد. تجيب المايه بتاعتك، تحط المايه اللي انت عايزها، حلو قوي كده. وبعد كده تجيب اللبن، لبن طبعا خلص مننا، يعني ده لبن بودره. انت عايز بقى تحط لبن عادي حط يعني، ولكن انا هحط لبن بودره. وتجيب السكر بتاعك، احط برده ايه شويه كده حلوين. وتجيب بقى الكورن فليكس ده وتحطه بقى ايه على كل ده، ونسمع احلى صوت في الدنيا. تمام كده اتعمل. نجيب بقى ايه كوبايتنا الجميله، كوبايه نخله شويه يعني، بس عادي يعني. نصب يا زميلي كادو من فرط الجمال. استنى اروح اعمل حبه كمان عشان اكمل بس. فرط الجمال، فرط الجمال ازوبو عليا، الله عليا. نكمل بقى ايه، نقفلها بس. استنى 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 استنى، تقفل بقى ازاي دي بقى، بتتقفل ازاي؟ يا ولا يا ولا يا ولا، شايف الجمال والحلاوه؟ شايف طعم الشوكولاته باين قوي 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 قوي. جرب المشروب ده ومش هتندم. ده شكل العلبه اللي هينزل يشتريها يعني من اي سوبر ماركت، وفي اطعمه كتيره جدا جدا بقى. هات الطعم اللي انت عايزه واعمل منه عصير، او ممكن تجيبه عشان تفطر بيه، بيبقى برده جامد جدا جدا يعني. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام هنا يعني، فولو بقى يا زميلي، ها فولو. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.